الى اهم ما جاءت به المواقع الالكترونيه. نبدا بالنهار اونلاين. قدور الهاشمي فيروس معدي ومجهول تسبب في نفوق المشي. اكد مدير المصالح البيطريه بوزاره الفلاحه قدور الهاشمي كريم ان وفيات المشي في عدد من الولايات هو نتيجه فيروس معدي، مضيفا انه لم يتم التعرف عليه بصفه نهائيه وتم ارسال عينات للمخابر التحليليه ثم تم تحويلها عفوا لمخابر عالميه متخصصه من اجل تاكيد طبيعه الفيروس، داعيا الموالين بعدم ترك قطعان او القطعان المريضه تختلط مع المواشي السليمه. الى الجفانتكات والخبر الحصري التي تنقلته امس هذا الموقع، موقع الجفانتكات قال توجه نحو عقد مؤتمر وطني حول الانتخابات الرئاسيه. من المنتظر انه سيتم اقتراع عقد مؤتمر وطني حول الانتخابات الرئاسيه المزمع اجراءه في ابريل 2019 من طرف تحالف الاحزاب الاغلبيه. وحسب موقع الجفانتكات هذا المؤتمر سيسمح للتوصل الى اجماع في الاراء بين مختلف التيارات السياسيه والى قرار يرضي كل الاطراف. اضاف الموقع انه رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه سيعقد هذا الخميس اجتماعا لمجلس الوزراء للتوقيع على قانون الماليه دائما حسب موقع الجفانتكات. الى موقع المصدر ديزاد قال بوتفليقه يستلم رساله مهمه من الرئيس التونسي. واستلم رئيس مجلس الامه عبد القادر بن صالح امس الاثنين رسالات خطيه موجهه لرئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه من الحبيب الصيد المبعوث الخاص لرئيس التونسي قايد سبسي. جاء ذلك خلال استقبال بن صالح للمستشار السياسي لدى رئيس الجمهوريه التونسيه. وتضمنت الرساله دعوه لحضور القمه العربيه المزمع عقدها شهر مارس من السنة القادمة بالعاصمة التونسية. سبق براس قالت مقري مقترح تأجيل الرئاسيات نتيجة غياب التوافق، وقرر رئيس حركة مجتمع سلم عبد الرزاق مقري بعدم تجاوب أحزاب وشخصيات المعارضة مع دعوته لعقد اجتماع تشاوري. نختم بالإكسبراس ديزاد قالت ملعب تيزي وزو الجديد يسلم مطلع 2019. هكذا قال موقع الإكسبراس ديزاد.